همبس يعني همبس بياخد واحد، لو في عنده مليج ناس بياخد واحد، يا اما هو عنده دلوقتي او هو متعالج منه في خلال 6 شهور او حتى في البليش. اللي بياخد واحد ونص ان هو جاله دي في تي قبل كده او بالمر امبوليزم قبل كده، او بقى له 3 ايام ما بيتحركش او كان في اوبريشن، او ان هو تاكي اكتر من 100 بيت بير مينت. اللي بياخد 3 بقى اللي هو ان هو عنده سيمتوم سجست في دي في تي، او هو الالترا دايجنوزس انلايك. تمام. في الكيس بتاعتنا هنا كان 4.5 تقريبا صح؟ اللي كان أكتر الريت بتاعه كان عامل إيه؟ لا مش بيجاوب تقريبا. بس دول بتهيألي أهو يعني عدى الأربعة، أكتر من أربعة، أكتر من أربعة هيخش قصة الـ CT بالمرة. وقلنا ندي إيه؟ بكسبها، النتيجة طلعت بوزيتيف نكمل، طلعت نيجاتيف خلاص. أقل من 4 نروح للدي دايمر. Sixty-seven-year-old woman attended cardiology clinic. She has recently had permanent pacemaker inserted due to brief syncope episode associated with bradycardia. She reported an improvement in this symptom since insertion, but notes exertional chest pain since procedure. She has past medical history of type 2 diabetes mellitus and hypercholesterolemia, for which she takes metformin with statin. Which is most cause of her? What is the most cause of her symptom? Hell, pacemaker malposition, or costochondritis, or Bornholm disease, or pacemaker syndrome, or coronary ischemia. يبقى هي 67 سنة. كانت لسه recently مركبة pacemaker لأن هي كان بيجيلها episode بالبراديكارديا بسبب البراديكارديا. تمام. هي امبروفد على السيمتوم بعد ما ركبته، بس في اكزيرشن شيست بين، يعني شيست بين بيجي نتيجه الاكزيرشن يبقى كورونري اسكيميا. بالظبط، خصوصا عندها ريسك فاكتور والدايبيتس هايبر دايبيتيك وهايبر. وكانت متعوده على البرادي ريزم دلوقتي فبدات تحس بالقصه دي مع الاكزيرشن. طبعا هي دي اللي اكتشفت. Pacemaker lead the malposition of costochondritis, bone home disease, the viral infection causing pain for lower chest would not typically be associated with specifically exertional chest pain. Pacemaker syndrome typically associated with VVI pacemaker that result in simultaneous atria and ventricle conduction. This can cause fatigue, dizziness, with hypotension. The patient is a good candidate for coronary artery disease with type 2 diabetes with hypercholesterolemia. The previous pacemaker insertion, her heart had lower energy requirement due to conduction system disease. Pacing has improved her potential heart rate and therefore increased energy demand. This has unmasked her underlying coronary ischemia. She now needs an angiogram. الاسسمنت بتاع الشيست بين نايس ابديت في جايدلاينز في 2016 على الشيست بين او ديسكمفورت في سسبكتد كارديك اورجن. طيب بلو بريف سامري اوف ذا كي بوينت بليز سي ذا لينك فور مور ديتيل. طيب البيشنت بريزنتنج ويز اكيوت شيست بين اميديت مانج اوف سسبكتد اكيوت كورونري سيندروم جليسرال نيتريت اسبرين 300 ملي جرام نايس دو نوت ريكومند جيفينج اذر انتي بليتليت ايجنت كلوبيدوجريل اوتسايد اوف ذا هوسبيتال. يبقى بره المستشفى بياخد اسبرين بس، يعني جلسرين نترات واسبرين. دو نوت روتينلي جيف اوكسجين الا دي بس لو اقل من 94%. وبيرفورم اي سي جي اس سون اس بوسبل، دو نوت ديلاي ترانسفير تو هوسبيتال. نورمال اي سي جي داز نوت اكسكلود اكيوت كورونري سيندروم. يبقى انت بتعمل اي سي جي بس حتى لو طلع نورمال لازم تنقله برده المستشفى انت مكمل، عشان هو مش هيكسكلود الاكيوت كورونري سيندروم. الاكسجين بس لو الساتوريشن بتاعه اقل من 94%. بره المستشفى ادي اسبرين بس ما تديش كولبيدوجريل وجليسرين نيتريت. الريفيرر بقى كان شيست بين او شيست بين في اخر 12 ساعه وذ ابنورمال اي سي جي ده ايمرجنسي ادميشن ده يتحجز. لو شيست بين 12 من 12 ل 72 3 ايام فاتوا يعني ريفير تو هوسبيتال ذا سيم داي فور اسسمنت. يبقى النهارده هيروح يعملوا له اسسمنت.
لسه هنشوف هو ادميت ولا لا. لو شست بين اكتر من 72 ساعه بيفور فول اسسمنت وذ اي سي جي وتروبونين ميجرمنت بيفور ديسايدنج ابون فرثر اكشن، يبقى الاسسمنت اللي انا هعملها لو بقاله اكتر من 3 ايام عندي شست بين هعمله تروبونين واعمل اي سي جي وبعدين اشوف. Nice suggests the following term of oxygen therapy: not routinely administer oxygen to but monitor the saturation using pulse oximetry as soon as possible, ideally before hospital admission. Only offer supplemental oxygen. مين اللي هديله بقى؟ People with oxygen saturation أقل من 94% who are not risk of hypercapnic respiratory failure، والتارجت بتاعي بيبقى من 94 ل 98. People with chronic obstructive pulmonary disease اللي عندهم risk of hypercapnic respiratory failure to achieve the target اللي هو من 88 ل 92 until the blood gas analysis is available. طيب ده بالنسبة للأكسجين. طب الناس اللي هي عندها stable chest pain، جايين ب stable chest pain، هو ايش الانجينا chest pain الأول؟ هو عبارة عن constricting discomfort with front of chest or في النك والشولدر والجو والارم precipitated by physical exertion relieved by rest أو GTN في خلال 5 دقايق. patient with all three features عنده typical angina. لو معاه 2 feature يبقى atypical، لو بواحد بس ده non anginal chest pain. طيب for patient in whom stable angina cannot be excluded by clinical assessment alone, NICE recommend the following: symptom consistent with typical or atypical angina or ACG change. The first line يبقى CT coronary angio. Second line non-invasive functional imaging, look for reversible myocardial ischemia. Third line invasive coronary angio. طيب الاكزامبل اوف نان انفيزيف فانكشن، ايه النان انفيزيف فانكشن ايمجنج اللي هو قالها فوق دي؟ اللي هو مايوكارديال بيرفيوجن سنسيتيوجرافي والسنجل فوتون ايميشن اللي هو ام بي اس او سبكت ستريس ايكو او فيرست باس كونتراست انهانسد ماجنتيك ريزونانس بيرفيوجن ام ار بيرفيوجن او ام ار ايمجنج فور ستريس انديوسد وول موشن ابنورماليتيز. تمام، يبقى الاول سي تي، سي تي كورونري انجيو ده اول حاجه، بعد كده النون انفيسيف، بعد كده الانفيسيف اللي هي البي سي اي. هو سي تي كورونري انجيو ده بيبص دايما على الكورونريز، ف او سي تي كاردياك وات ايفر، يعني هو دايما بيبص على الكورونريز اهم حاجه، فهو دوت لانه نون انفيسيف هو الفيرست تشويس قبل ال سي تي قبل الانجيو. تمام. بس هو في السي تي كورونري انجيو ده في الحالات اللي هي بريتست بروبابيلتي بتاعتها مايلد او مودريت، لو انت عندك البريتست بروبابيلتي بتاع العيان هاي بتدخل على طول على الانفيزيف على طول، لان انت كده كده اساسا الاصل السي تي لو انت عملت سي تي ولقيت فيه مثلا هاي كالسيوم سكور او لقيت فيه ليجن، ما انت كده كده رايح للانفيزيف، يعني كده كده انت مش هتعتمد، يعني انت عمرك ما هتعالج بناء على السي تي كورونري انجيو، انت هتعالج بناء على الانفيزيف. فلو العيان مايلد او مودريت، يعني كان زمان بيقولوا المودريت بس اللي يدخل على السي تي والمايلد يعمل ستريس، دلوقتي لا، نزلوا الريكومنديشن بتاع السي تي بقى لو مايلد ولا مودريت تعمل سي تي. تمام، وبعد كده لو لقيت حاجه بتدخل على الانفيزيف، تدخل على النون انفيزيف زي ما هو كاتب كده، مع ان الناس على طول بتدخل على الانفيزيف، بس هو الفكره العيال لو هاي ريسك من الاول تدخل على طول على الانفيزيف بس. Sixty-two-year-old man seen his GP with complaint of leg pain. Over the last few months, he noticed crampy, uncomfortable feeling in the back of both of his calf when he walks to the shop. His discomfort can be so bad. يعني هو 62 سنة وبيقول زي كل education كده. This the discomfort can be so bad that he has to stop for rest for a few minutes. After which he noted that his symptoms are improved. بترتاح بعد الحركة، بيرتاح بعد الراحة، يعني الألم بيقل. On occasions he also gets a symptom when he is shopping in the supermarket. He attributes this to over exertion exerting himself and try to rest on his shopping trolley while walking, but does not seem to help.
هو بيدخن 40 باك يير سموكينج هيستوري، املودوبين فور هير بلود بريشر، والبارامول وايبوبروفين في اللور باك بين ذات هاز تروبلد هيم فور ييرز. فيزيكال اكزامينشن عنده مايلد اتروفي في الساي والكاف ماسل بايلاترالي ان اديشن تو شايني بيل سكن ويز سيجنيفيكانت هير لوس ثرو هيز لور ليم. يعني هو السيركيليشن بتاعته البلاد سبلاي بتاعه مش تمام. يعني his beta pulse are bilaterally impalpable and popliteal pulse are faint. Power in post lower limb is normal throughout all movement and he has normal patellar reflexes bilaterally and absent ankle reflex. البابينيسكي ريفلكس از داون جوينج في ليفت سايد وايكوفوكال في رايت سايد. ريسنت اوبتين انكل بيكر بريشر اندكس ييلدد ا ريزلت اوف 0.70 اون رايت سايد اند 0.95 اون ذا ليفت سايد. الاكس راي اوف هيز لامبر سباين شو ايفيدنس اوف جوينت سبيس ناروينج اوستيوفايت ويش از فورم ذا نيكست بيست ستيب ان مانجمنت اوف ذيس بيشنت. هو دلوقتي عنده كلوديكيشن، البلس بتاعه البريفرال بلس بتاعه امبالبابل، البيد البلس امبالبابل في الناحيتين، والبوبليتيل البلس حتى فين واضح عنده ان هو لوس اوف هير وعنده تروفيك تشينج نتيجه للبلس سبلاي القليل، والانكل بريكال اندكس بتاعه قليل على الرايت سايد اكتر من الليفت. ايه اللي بقى تعمله؟ هل ام ار اي باللمبر سباين ولا تشيك الهيموجلوبين A1C عشان مثلا ده نتيجه للدايابيتس، ولا ريفير الفاسكولار سيرجري فور كونسيدريشن اوف بريفر ارتيري ستيندنج اور باي باس سيرجري، ستارتنج هيم جلوكسيتين على كانه نوباث كبير مثلا، لا، وسكرين فور كورونر ارتي ديزيز وذ اي سي جي ستريس تيستينج. كلوديكيشن بين فاسكولار سيرجري. الاندكس كام ده؟ كان النورمال من كام لكام الاندكس؟ من 0.9 ل 11 1 ل 1 و 1 1 و 1 هي 1 تنزل 1 من 10 وتطلع 1 من 10. حلو حلو يا دكتور خالد، الله ينور عليك. لا نمونيك بصراحه محترم لان كان بيغلبني الرقم ده. طب معلش قول التاني بقى دكتور خالد عشان ما ركزتش. هو مش نوع الحاجة، هو واحد بننزل واحد من عشرة ونطلع واحد من عشرة، يعني من تسعة من عشرة لواحد واحد من عشرة. In patients with cardiovascular risk factor and symptoms suggestion of claudication with the equivocal borderline ankle brachial pressure index study result, the next big study is ankle brachial pressure index after exercise. This gentleman has claudication, in particular vascular claudication, although he does have a history of chronic back pain for which he takes analgesia, and he is less likely to have neurogenic claudication compared to vascular claudication. An important discriminating factor between neurogenic and vascular claudication is the patient with neurogenic claudication have symptom on exertion that improve with maneuvers such as leaning forward. هنا كان بيتحسن بالراحة مش بالleaning forward and sitting down. Whereas vascular claudication does not change with these maneuvers and only improve with rest. In addition, the physical exam show evidence of peripheral arterial disease. مفيش بلس characterized with muscle atrophy و shiny skin و hair loss و impalpable beadal pulse و absent ankle jerk reflexes and equivocal babinesque reflex can be normal variant and do not always indicate neurological pathology. This patient has has rightly already undergone an ankle breaker pressure index assessment and the result indicate diagnosis of peripheral arterial disease. He is functionally impaired by his symptom and so the next best step in his management would be refer him to vascular surgery for consideration of treatment strategies which may include percutaneous intervention with stenting and surgical bypass. Although the patient has evidence of the degenerative joint disease on his lumbar spine, بالإكس-ray his clinical presentation not consistent with neurogenic claudication والMRI scan مش indicated then. Although it's important to screen for and aggressively manage the cardiovascular risk factor in patient with peripheral arterial disease, this in itself would not address the patient's symptom or disease course. This patient pain is most consistent with vascular claudication as opposed to neuropathic pain for which agent like duloxetine would be appropriate.
Although individuals with peripheral arterial disease have significant likelihood of having concomitant coronary disease, this patient is not complaining of any angina or أي حاجة suggest coronary disease. بالتالي the screening ده not indicated. Next best step كان إن هو this is symptom related peripheral arterial disease. الأنكل بريكيال بريشر إندكس ده ratio بين systolic blood pressure في lower leg to that in the arm. Lower blood pressure in the leg result in ankle brachial pressure index أقل من واحد is an indicator of peripheral arterial disease. وبالتالي هو التست ده useful in evaluating patient with suspected peripheral arterial disease. For example, male smoker who present with intermittent claudication. It is also important to determine the patient with leg ulcer, venous ulcer, also often treated with compressive bandage. Dosing, doing this in patient with peripheral arterial disease could, however, be harmful as it would further restrict the blood supply to the foot. وبالتالي الانكل therefore always be measured in patient with leg ulcer. هو بيقول ان انا دلوقتي لو في العين حتى عنده leg ulcers او venous ulcer فبالتالي انا هعالجه بالcompression بالباندج. فبالتالي ده هيأثر على البلد سبلاي. فهو هو اوريدي اصلا عنده الانكل بريكر اندكس بتاعه قليل, فانا كده هزود الريسك فاكتور فممكن ادخله في اسكيميا. فلازم اقيسها الاول قبل ما ادخله البنج دي. طيب انتربريتيشن اوف انكل بريكر اندكس اقل من او اكتر من 1.2 may indicate calcified stiff arteries. This may be seen في advanced age او peripheral arterial disease. واحد لواحد واثنين من عشرة نورمال, من تسعة من عشرة لواحد اكسبتابل. يبقى احنا الحتة اللي احنا امام فيها اللي هي تسعة من عشرة لواحد ده اكسبتابل, من واحد لواحد واثنين من عشرة نورمال. لو اكتر من كده يبقى هو فيه كالسيفيكيشن وستيف ارتريز, فده ممكن يبقى فيه بريفر ارتريال ديزيز. لو اقل من كده likely BAD الفاليو اقل من خمسة من نص, ده severe disease which should be referred urgently. طبعا أقل من 0.5 ده خلاص يبقى referred urgently. Ankle breaker index good test value less than 0.9 have been shown to have sensitivity 90% and specificity 98%. يبقى احنا نفتكر cut point دي اللي هو 0.9. Compression bending is generally considered acceptable لو دي cut off الحكاية دي لو أكتر من 0.8. A 56-year-old gentleman was admitted to the emergency department with three-hour history of severe central chest pain. The pain came on suddenly while he was walking. The patient remained severe and intense since onset. He also felt short of breath at rest with associated clamminess. There were no history of trauma. His past medical history and hypertension, hypercholesterolemia, gout. هو بياخد أمليدوبين, بياخد رامبريل, بياخد ستاتين, بياخد ألوبرينول و أورليستات. ثلاث مرات في اليوم. He smoked 20 cigarettes per day وconsume 30 units of alcohol per week. The examination هو pale, clammy. The blood pressure بتاعه 196 على 78 في الرايت arm و 152 على 85 في his left arm. هو دلوقتي عنده severe central chest pain وفي فرق في blood pressure ما بين التو arm. His heart rate كان 92, oxygen saturation 96. Examination of cardiovascular system revealed presence of prominent early diastolic murmur في aortic area. Examination of his respiratory system revealed tachypnea but no added sound on auscultation. Examination of his GI neurological system was unremarkable. He admitted to resuscitation bay and commenced 15 liter of oxygen. IV أخذ IV diamorphin والinvestigation revealed following result. ECG normal sinus rhythm 96, في SST elevation في lead 2 و 3 و EVF inferior MI و chest X-ray في normal appearance of heart و lung. What's the best immediate management step? هل ياخد لبيتالوين infusion؟ هو يعني هي لا اعتقد ان هو ده dissection وبعدين ممتد للايه للكورونري ساينس. بي سي اي ده هنا غلط اصلا. البي سي اي هنا صح لبيتا لول. لبيتا لول بيتا لول.
دي اللي فيتال ميستيك لو واحد ممكن موت العيان. هي القصة كلها في الفرق ما بين الايه الليفت ارم والرايت ارم ايه بلود بريشر، فده اللي دايسكشن يعني. والدايستوليك والدايستوليك ميرمر بتاع الاورطة. اه نوع من الاورطة كريم. هو بيعمل ايه يعني؟ بيعمل ريجيرش في الـ في الـ كان بيعمل السكشن. This patient had aortic dissection involving the ascending aorta and arch of the aorta. As manifested by presence of sufficient pain or aortic regurgitation when equal blood pressure and evidence of inferior MI and ECG. In this situation, thrombolysis is absolutely contraindicated as MI is due to dissection of the vessel and not due to an atherosclerotic thrombotic occlusion. Option 2, 3, 4, not suitable. The gentleman require urgent intravenous beta blockade and aggressive blood pressure control and to act as a negative inotrope. He will also require an urgent cardiothoracic surgical opinion and further imaging to confirm the diagnosis. ليش نبص على الحالة symptoms اشوف جاي بايه وجاي بي hours severe central chest pain وبين كم صدر. هي نقطتها الوحيدة الفرق ال blood pressure ما بين ال two arms. أو مش الوحيدة يعني، طبعا مع الريجرج بس يعني ايه الواضحة اكتر. والهايبرتنشن العالي ده بتاع الديسكشن بالظبط يعني الانفيرور ام اي غالبا بتعمل هايبوتنشن صح وبراديكارديا صح ولا ايه؟ ومعاه براد هنا؟ لا لا انا بتكلم بصفه عامه يعني، هو لو انفيرور ام اي في الاس تي اليفيشن في الانفيرور ليدز فهي بتعمل براديكارديا وهايبوتنشن، اما هنا ده تاكي وهايبرتنشن صح. طيب احنا قلنا الكلاسيفيكيشن بتاع ستانفورد ده والقصه دي، بس نبص على الصور كده يعني مع بعض كده. وده ايه بقى؟ فصل فلاب لازم ده اورطه، ده اورطه وده اورطه، بس ده الاورطه الاسندنج صح؟ هنا الاسندنج اورطه في اتنين اليومن دلوقتي يعني، في فورس اليومن وكنترول اليومن. اللي هو الغامق شويه ده الفورس اليومين، انما الفتح ده اللي هو واخد السما، ده اللي فيه ده الفورس، ده الفورس غالبا اه ده الفورس غالبا ده الفورس اليومين. الوول الانتنا مفصوله عن الميديا، مفصوله عن الادفنتيشيا، وعشان كده دخل فيهم بلاد من عشان كده تلاقيها غامقه شويه. الوول الترول اليومين نفسه فاتح شويه، فانت عندك اتنين اليومين دلوقتي، فورس اليومين وترول اليومين عشان البايسكشن حصل والفلاب في النص، فعامله زي اتنين بيسر كده بينهم. الفلو هنا والفلو هنا. صورة حلوة يعني مش صعبة. طيب بس دي بقى الصورة دي بقى هنا بقى. السندنج بص على السندنج بقى. في زي برضو الانتما دي تقريبا صح؟ مشاورة لها دي. ايوه. هو والناس دي هنا يعني بتعيش فعلا وكده؟ بس كانوا بيقولوا لنا في مصر الناس دي يعني ما بيحاولهاش وكده. احمد بهجت عايش ولا مات؟ انا الراجل بتاع قناه دريم عايش ولا مات؟ والله ما ده جاله دايسكشن، ده جاله دايسكشن وراح عمله في امريكا وعاش فتره طويله جدا مفيش مشكله. بيت الدايسكشن ده المنطقه اللي فيها الدايسكشن ده بتحط مكانها ستنت. وبتهيل اللي الهارت اللي بتبقى اللي كل ما تبقى في يعني في الاسندنج اورطه دي اخطر حاجه. بالظبط. بس كان في حاله قريب هنا في السعوديه واتعملت في العسكري، كانت معانا عندنا في المستشفى وحولناها العسكري واتعملت زي الفل، والراجل جه تابع وماشي زي الفل. باشا انت في دوله متطوره ما تنساش ان فصل التوائم بيجي حالات من بره والدنيا اختلفت يعني. فعلا اغنى دول العالم في الخدمه الطبيه بصراحه، اغنى من اوروبا بالكامل الدوله دي سبحان الله. كمية موارد وكمية إمكانيات فظيعة. صحيح.28 year old gentleman seeking clinical long standing heart failure with reduced ejection fraction 28%. He had numerous admission this year with heart failure decompensation and is wondering if there is anything else that you can do for him. He reviewed his ECG.
which is in sinus rhythm with a heart rate 58 and QRS 98 وno sign of intraventricular delay. ال blood pressure 98-55. You also review his blood. هيموجلوبين تمام, بليتلت, صوديوم, بوتاسيوم, واليوريا وكريات. تمام. He's currently on carvedilol. وin April بيوم تانيد واسبرين وايفابرادين اسبرين ولاكتون. What alternation of his gentleman's medication could potentially decrease gentleman probability of being readmitted? هو ما عندوش ايه اللي هي دي انت بنتريكو ما فيش بندل برانش بلوك ولا حاجه ف رين نوقف الايس ونشتغل على السكره بتريل ده بفلسرتين بالظبط سيبقى بينهم 36 ساعه هو بياخد اسبرين وتون. The gentleman poses the issue of long standing management of heart failure. ESC guidelines advise strictly on uptitration of the medication up to their maximum desired effect, taking into consideration the patient status. The frontline medication include ACE inhibitor, beta blocker, and neurocorticoid receptor antagonist. The patient is on all three. If the patient remains symptomatic, then a good choice would be dependable on their QRS morphology with the CRT-B device being appropriate in certain cases. The QRS أكثر من 130 millisecond or evobradine in someone with a heart rate أكثر من 70. This option of dejection is also discussed في ESC guidelines. يبقى لو كان في برانش بلوك او حاجه والكي ار اس اكتر 130 كنت بفكر في السي ار تي ده او لو كده الايفابرادين لو الهارت ريت اكتر من 70 طيب however the patient above is already bradycardic and hypotensive with a slightly raised potassium therefore making the possibility of increasing any of this current medication less appealing in this patient the possibility of introducing cyclobutyl valsartan is appropriate However, it's important for the clinician to be aware of the need of for a washout period before between AC and initiation of cyclobutyl valsartan. The washout period حوالي 36 ساعة. Increasing diuretic might appear appealing. There is no evidence that diuretic improve the mortality rate for such patients. هو كده في السؤال ان هو ايه الحاجة اللي تقلل الادميشن للمستشفى وكده فهو الدايوريتيك مش هتحسن في Immortality. Paradigm HF trial that was comparing cyclobutyl valsartan or enalapril indicate that cyclobutyl valsartan was superior to enalapril in reducing cardiovascular mortality, heart failure hospitalization, and 30-day hospital readmission in heart failure patient with reduced ejection fraction. احنا قلنا الحاجات البيتا بلوكر دول التفاضل بينهم حسب الحاله والالدوستيرون بعديهم بعد كده السي ار تي بس لازم يبقى فيه ديلي والكلام ده او بعد كده الايفابرادين قلنا وقلنا ايه الجديد اللي هو الجليفلوزين الامبا والتاني اسمه ايه التاني الامبا والتاني اخوه اسمه ايه يا دكتور محمد؟ الدابا جليفلوزين يبقى ممكن حد يكمل طيب ماشي شكرا يا دكتوره شيرين طيب نختار مين دكتوره مياده اتفضلي تمام اوكي هو بيسال من اللي هو وين السؤال the ECG which agent may elect to use to provoke a down ongoing ST elevation in lead V1 لحد V3 characteristically seen in the ECG of the patient with Brugada syndrome يعني الدراجز اللي هو used to provoke كمايد بتهيالي طيب انه مستخدم الفليك يعني هو في دواء تاني غير طب كويس انا قرات السؤال مباشر دايركت
طيب هو فعلا الفلاكنايت it's exertional syncope in young person with a family history of sudden cardiac death اللي هو with abnormal ECG at presentation هو حيعمل triggering alarm bell in your head the person may in risk of sudden cardiac death. طيب احنا في بالنسبة للحالة دي if this condition recognized in time and ICD هو يعني we should thinking about. طيب the condition allowed this to here is the Brugada syndrome is an autosomal dominant condition. بيحصل loss of function of the cardiac sodium channel. The characteristic ECG بيكون فيها down ongoing ST elevation بيبين في من V1 لحد V3. However, it may not present especially so long after the syncope episode. يعني ما هيكون موجود. It is not be present. بالذات لما يكون في syncope بعد syncope episode ما حيبين. This is way to bring out the ECG change in cardiology clinic safety to give a sodium channel blocker اللي هو زي الفلاكنايد. Providing additional sodium channel blocker to that already pathological present. طيب هو هنا providing additional sodium channel ما فهم الحتة دي. يعني مثلا انه لو انا اديت ديفكت الديفكت عنده في الصوديوم تشانل فانا بدي له حاجه تقفل الصوديوم تشانل تقوم تظهر الحاجات بتاعته العلامات على الاي سي جي بتاعه كده حاجه زي بروفوكيشن كده يعني حاول اظهره يعني يعني هو الفلاكنايد بيظهر بجد لو انا عايز اظهره يعني واشخصه كده اللي انا فاهمه ولا ايه كان في حاجه تانية غير الفليكانيت بس انا شفت حاجه اسمها كان بيستخدم في الكاس لاب اسمها الاجملين ايوه الاجملين الله ينور عليك يا دكتور محمد الاجملين كانت مكتوبه هنا خليني اوريها لكم جاتنا على فكره يا حسن كيسبر هنا 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 ايوه فليكانيت او الاجملين اي سي جي تشينج مي بي ابروبريت فولوينج ادمنستريشن اوف فليكانيت اجملين ايوه دكتور اشرف بتقول ايه جات لكم حاله زي كده هنا كيسبر جدا في الامتحان اي سي جي لا والله اه مشهور يا باشا مشهور ماشي بنركز عليها بقى كبير طيب the substantial majority of the approximately 100,000 sudden cardiac deaths في UK هو بيكون بسبب coronary heart disease However, most sudden deaths in the people اللي هم under 30 it's caused by inherited cardiomyopathies والأريزميا. Sensible list of the differential to consider the young person sudden cardiac deaths اللي هو عندنا أهم حاجة الهكم. بعدين عندنا ال long QT syndrome والبروغادو والأريزموجينيك right ventricular cardiomyopathy. أعتقد كان الهكم وبعديه اللي هو ال RVSR. الرايت الاريثموجينيك هو كان لهم ترتيب صح كان الهكم كان ايوه بالظبط زي ما حضرتك قلت كده الاريثموجينيك رقم 2 تمام ايوه الهكم بعدين الارفيك بعدين الكاتيكولينرجيك مونومورفيك فيدباك ده كان اخر واحد البرجر اخر واحد بالظبط يعني الاريثموجينيك قبل الكاتيكولينرجيك ده تمام نقرأ البرجادة مع بعض طيب برجادة سيندروم هي واحد من الانهيرتد كارديوفاسكولار ديزيز بريزنت وذ ذا سادن كاردياك ديس اتس انهيرتد ان اوتوزومال دومينانت فاشن استيميتد بريفالنس بيكون من واحد في كل 5000 لحد 10000 برجادة سيندروم از مور كومن ان ايشنز طيب الباثوفيسيولوجي هي ا لارج نمبر اوف فاريانت اكزيست بيكون around 20 to 40% of cases عندهم mutation اللي هو في الـ sodium channel مش عارف SCN5A gene اللي هي sodium channel sodium channel طيب gene which is encoded myocardial sodium in ion channel protein هو encoding the ion channel طيب الـ ECG بيكون عندنا convexity segment elevation اللي هو أكتر من 2 مليمتر في 1 و V1 لحد V3 with negative T-wave طيب الـ partial right bundle branch block
وعندنا ECG change may be more apparent following administration. هنا اللي هو الكلام اللي كنا بنتكلم عنه, أول ما ندخل الصوديوم والأجمالين فحيحصل عندنا ECG change. This is investigation of choice in suspected case of Brugada syndrome. طيب المانجمنت اللي هو الاي سي دي, يعني احنا اهم حاجه بس تقريبا البروجادي دي فيها تايب صح, فيها تايب 1 تايب 2 فيها تايبس فعلا, فيها تايبس بس ما اظنش انها مهمه قوي يعني, بس هي فيها تايبس. اه طيب هنا حنشوف اللي هي الاي سي اليفيشن محمد يفيدنا, بس ما اظنش انها مهمه قوي يعني. يا ريت والله يا دكتور محمد. ايه معلش بتقول ايه؟ البروجادا يعني تغيرات الاي سي جي تقريبا, شكل الاي سي جي بس. ايوه ايوه فيها اللي هو في الاس تي نفسها تقريبا بالظبط. متهيألي دي اللي انا بشاور عليها هي دي صح؟ اللي هي دي. ايوه دي الاس تي اليفيشن ومعاها بيكون معاها شايف الكونفكسيتي, شايف الكونفكسيتي, ايوه شايف الكونفكسيتي بتاع الاس تي اليفيشن دي, بتاع الاس تي اليفيشن اللي موجوده. تحس اساسا المفروض ان الاس تي ديت سيجمنت وليس ويف, هي هنا عامله زي الويف كده, يعني عامله زي ويف اهيت ونازله انت بالانفيرتد تي, انت واخد بالك. شايف انت البي ار او التي بي سيجمنت زي الايز والكتريكال لاين, لو رفع رافع كانه خط رافع فوق, انما انت هنا رافع مع عامل زي الويف. النقطه الثانيه المهمه, النقطه الثانيه المهمه السنت ار اللي هي قبل الاس دهيت, دي مهمه جدا. الار ويف ديت وفي 2 واضحه جدا, في في 2 واضحه جدا. بص في 2 شايف الار ويف, يعني ده اللي هو بيقولوا عليها انكومبليت رايت باندل, اللي هي انكومبليت رايت باندل. انت كده مشاور على الاس تمام اللي فوق بقى. لا مش انت حاجه. ايوه دي ايوه دي ايوه دي مالها, شايف الار الويف دي. ايوه دي المفروض ما تبقاش موجوده كده, مش مكانها, دي مكانها مثلا بي في 3 ولا بي 4, المفروض دي مش موجوده هنا. فدي مع الكوف دي اس تي مع الانفيرتد تي, هم دول بقى الكاركترستيك بتاع البروجرام. المفروض الار تظهر تبدا العيال بعد 3 او 4 تبدا تكبر توصل للماكسيمم 5 صح. قصدك ان هي في 2 مساوي المسافه دي حاجه مش طبيعيه. ديت مع الـ الويف اللي موجوده اللي انت شورت عليها في الاول اللي هي الكوف دي اس تي, دي تعتبر اس تي اليفيشن مع الانفيرتد تي دولت. والمهم طبعا العيان نفسه, يعني ده عيان صغير بيشتكي من سينكوبا الاتاك, مش يعني مش يعني عيان سينك وعيان اولد ايج وكده. بس بس تقريبا الاي سي جي ده مش واضح قوي كان هو بروجرام, يعني في حاجات اوضح من كده بتهيألي, اللي هو تلاقي الاستيفيشن وبعدين الانفيرت. خلينا اجيب لكم من على النت, خلينا نبص عليها. هي واضحه على فكره يا دكتور في فيو واحد جدا, يعني هي واضحه جدا في فيو واحد. دي واحد ممكن اوضح حاجه, بس اصلا كده كده التي ويف بيكون انفيرتد في تي 1, يعني برضو ده الايه الايه معلش تي ويف مالها تي ويف كده كده بتبقى انفيرتد في تي 1, فبرضو ده اللي يخليها يعني ايه شويه كده. لا لا في الفيميل, في الفيميل, في الفيميل عشان البريست, انما في الميل ميل وفيميل يا عم على طول تي ويف انفيرتد. هقول لك هتلاقي, ما عارف معموله كده ليه, هتلاقي الليد محطوطه سوبيريور شويه اب شويه, فعشان كده انت لما تحط في واحد وفي اتنين في مكان كويس, لو ميل ولقيت فيه انفيرتد تي في واحد بس ومع ار كمان في في واحد, يعني لقيت المنظر ده حاول تعدل في واحد وفي اتنين على الشيست بتاع العيان, هتلاقي اللي تحطها في تخلي التمريض يحطه في المكان الصح هتلاقيها اختفت. ايوه الطيب بتاعها جايب لكم دي جايه بالطيب كويس, دي جايه بالطيب. لو انتوا عايزين تدخلوا بقى في قصه الطيب بتاع التي وي, خلينا في الاول في الستاندر الاول يا دكتور محمد, يعني فاهم. ايوه شايف اللي انت, ايوه شايف دي واضحه جدا, دي واضحه جدا اللي انت عليها, اللي عليها البوينتر بتاعك ده. ايوه دي واضحه جدا, دي اهي بس دي الاس تي اليفيشن. ايوه ودي انفيرتد تي, ده في 1 وفي 2 وفي 3. انت بتقول بقى في الفي 2 اللي هي عامله زي حرف الام دي, دي صح المنظر ده ايه بقى, رايت باندل برانش بلوك. انكومبليت رايت باندل, لان انت عشان تقول رايت باندل كومبليت لازم يكون في كيو ار اس, يبقى الاس اكبر من الار صح, عشان اقول رايت باندل صح كده ولا ايه؟
ايوه ماشي. الام شيب انت هتلاقي الار ويف تبقى ماشي فيها ام شيب، اس وار دي داخله في ده، دخلت في كريتيريا ثانيه بس هي انت تلاقي الويف اللي هي المفروض الار ديت ماتش من فوق فهتعمل لك ام شيب،